باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في البداية بعتذر أن أنا الأسبوع اللي فات غبت عنكم لسفر مفاجئ، لكن نشكر الله أن احنا نكمل النهاردة. كنا بندرس في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيك، وأخذنا عدة آيات في الإصحاح الثاني اللي بيتكلم عن مجيء المسيح وبيتكلم عن ضد المسيح اللي هيجي قبل المجيء الثاني. هقرا لكم الإصحاح من أوله وبعدين نكمل الأجزاء اللي ما خدناهاش. ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه. طبعا لما هيجي هياخدنا معاه فنبقى مجتمعين إليه، أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم. التزعزع عن الذهن معناها الواحد الأفكار تبقى مضطربة. ولا ترتاعوا، ما تخافوش لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. قلت لكم قبل كده أن الإشاعة وصلت للناس أن المسيح جه أو على الأبواب، وجه ده هيجي إزاي وإحنا لسه ما شفناهوش. والإشاعة والكلام دوت، حد يقول لك الروح قال لي، وحد يقول ده بولس بعت رسالة، أو يفهموا الكلام بطريقة غلط. لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، يعني ما تديش فرصة لحد يخدعك. المعلومة اللي هتخليهم مش مخدوعين، قال أنه لا يأتي المسيح، يعني إن لم يأتي الارتداد أولا، يعني قبل المسيح ما يجي هيكون في ارتداد، وده كلمتكم عنه كتير. الارتداد العام اللي هيبقى الناس قلبها مرتد عن الله حتى لو كانوا جوه الكنيسة، ويستعلن إنسان الخطية ابنه الهلاك. هنا ضد المسيح اللي هو بنسميه أنتي كرايست، اللي الناس بيقولوا عليه المسيح الدجال. وقلت لكم ان التعبير المسيح الدجال مش موجود في الكنيسة، لكن الموجود هو كلمة أنتي كرايست، يعني ضد المسيح. هنا سماه إنسان الخطية ابن الهلاك. إنسان الخطية لأن المسيح هو إنسان البر، لما تجسد صار إنسانا وهو اللي كان البار وحده، فعكسه ضد المسيح. وفي تعبير جميل قوي يتقال عن أي حد فيكم، يقولك أنت يا إنسان الله. تخيل لما يكون أنت إنسان الله، طبعا ممكن يبقى رجل الله أو بنت الله. فهنا إنسان الخطية عكس إنسان الله. ابن الهلاك يعني الشيطان هيجرجره للهلاك، زي ما السيد المسيح قال لليهود أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. إيه شهوات إبليس؟ هو بيقول لهم أنتم ولاد إبليس. ذاك كان قتالا للناس من البدء، قتل آدم وحواء. مش ربنا قال لهم لما تاكلوا موتا تموت، وجاء الشيطان قال لن تموت. ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق، متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. فلما يقول ابن الهلاك معناها ابن الشيطان، عامل زي برضو معلمنا يوحنا لما قال في رسالته الأولى بهذا أولاد والله ظاهرون
وأولاد إبليس. كل من لا يفعل البر فليس من الله، هيبقى ابن إبليس. وكذا من لا يحب أخاه، الإنسان الغضوب اللي بيحبش الناس يبقى ابن إبليس. فهنا بيقول على الأنتي كرايست إنسان الخطية، وقال إن هو ابن الهلاك. بعدين قال المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. الشيطان نفسه مقاوم، فخدام الشيطان يكونوا مقاومين. مرتفع معناها متكبر، متكبر مش بس على البشر، على الله نفسه. ويجلس في هيكل الله كإله، العظمة. زي ما ربنا يسوع قال لليهود: أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه ذلك تقبلون. باسم نفسه عن هو الإله. وأنا عايز أنبهكم للحتة دي لأنها خطيرة. أحيانا نتعلق ببعض البشر كأنهم الله، نمشي وراء الإنسان مغمضين عينينا كأنه هو الإله. لو قال كلام عكس اللي قاله المسيح نصدق الشخص وما نصدقش المسيح، من كتر الواحد يبقى أعمى. الخادم الأمين يوجه أنظار الناس للمسيح مش لذاته، ويفرح أن الناس ترتبط بالمسيح مش بيه، ويلتزم بتعليم المسيح مش تعليمه الخاص، ويفرح أن الناس تحبه وتحب الآخرين مش يكوش عليه. عشان كده في خطورة ان حد يظن في نفسه انه مخلص العالم. المسيح وحده هو المخلص. وبعدين يقول: اما تذكرون اني وانا بعد عندكم كنت اقول لكم هذا؟ واضح ان لما كان في تسالونيكي قال لهم معلومات شفوي، فبيفكرهم بيها. ويبدو من النصوص اللي جاي بعد كده ان في بعض المعلومات ما كتبهاش، قال لهم انا قلت لكم عليها. من اول عدد 6 ده اللي احنا ندرسه النهاردة: والان تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته. بصوا هنا معناها انتوا عارفين اللي انا قلت لكم قبل كده لما كنت عندكم، ان في شيء معين بيحجز الانتي كرايست لغاية ما يجي وقت يستعلن. ايه بقى اللي بيحجز ده؟ احنا متحيرين، لكن ببساطة ارادة ربنا. ربنا حاجز ان الانتي كرايست ما يظهرش الا في وقته. في حاجة تحفظوها اسمها تدبير الأزمنة، حاجة في إيدين ربنا. ليش الشيطان ما يطلعش الأنتي كرايست في أي وقت؟ لا، مش بمزاجه، في معاد معين. عشان كده ربنا حاجز إنه يستعلن هذا الأنتي كرايست. ما يحجز ده؟ في أباء قالوا غالبا ده الروح القدس. الروح القدس هو اللي بيحجز لغاية يجي في وقت معين يبطل يحجز، فيطلع الشيطان ويعمل العمايل بتاعته. قد يكون. في ناس تاني قالوا لا، ده يقصد بيها الدولة الرومانية، عشان كده ما ذكرهاش بوضوح لألا دي تستفز الامبراطور. طب هو ايه الدولة الرومانية تمنع ليه الانتي كرايست؟
قالوا أصل طالما في دولة وفي نظام وفي حكومة وفي بوليس وفي جيش، لما يطلع واحد يعمل حاجة زي كده الدولة تمنعه، لكن عندما تسقط الدولة يطلع الأنتي كرايست ياخد راحته. هذا التفسير قاله الآباء أيام ما كانت الدولة الرومانية في عز قوتها. طب ما حصل بعد كده إن الدولة الرومانية وقعت وما جاش الأنتي كرايست، فكلها توقعات. زي ما ربنا هيحجز الأنتي كرايست لغاية يستعلن في وقته، مكتوب كمان في روميا 1:18، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. يعني الإثم يحجز الحق، والحق يحجز الأنتي كرايست. لكن كل شيء له ميعاد. طب إيه بقى؟ في العدد 7 قال لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. اللي يحجز الآن ده اللي احنا عارفين، اللي قلنا عليه دلوقتي إنه مش عارفين هو إيه. سر الإثم معناها الخطايا التي تنتشر بين الناس بس في السر. معظم الخطايا الناس تعملها ومتحبش تنكشف، عايزين يعملوا الخطايا في السر. اللي بيسرق بيسرق في السر، واللي بيزني بيزني في السر، واللي عايز يقتل يقتل ويهرب عشان محدش يقفشه، واللي بيكذب مش عايز الناس تكتشف كذبه. كل الخطايا بتتعمل في الخفاء. خلي بالك، سر الإثم الآن يعمل فقط لغاية لما يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. أقول لكم حاجة خطيرة، لما تبقى الخطية معلنة بنوع من البجاحة والفجور والافتخار، تعلموا أن الأيام قريبة. طبعا انتوا عارفين دلوقتي اصبح الشذوذ الجنسي خطية منتشرة ومعلنة. يعني قبل كده كان اللي عنده المشكلة دي يبقى مكسوف من نفسه متضايق، وبيروح اذا كان مسيحي يعترف لابونا يقول له مش عارف اخلص من الحكاية دي، انا ميولي وحشة، وابونا ممكن يوجهه للتوبة، يوجهه لطبيب نفسي يعالجه ويتصلح ويبقى كويس. او لو هو مش بتاع ربنا وحاسس ان حقه يعمل كده، يعمل هذه الامور في السر، ولو حد اكتشفها بالنسبة له تبقى كارثة وفضيحة وعار وشتيمة. ايه رأيكم ان هما الجماعة بتوع الشذوذ الجنسي دول قعدوا يضغطوا 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 لغاية لما خلوا بعض الولايات في امريكا تعترف ان ده حاجة طبيعية، لدرجة شهر يونيو من كل سنة بيسموه براود مانث، يعني شهر الافتخار. تفتخروا بايه؟ بيفتخروا ان هم شاذين جنسيا، ويطلعوا في الشوارع يعملوا احتفالات والناس تهنيهم. تهنيهم على ايه؟ على ان هم شواذ، ويمسكوا الأعلام بتاعتهم وينشروها في الشوارع. واللي سافر أمريكا يشوف إن ممكن واحد يحط على باب بيته العلم بتاع الشواذ عشان يقول أنا كده، وبعدين يلبسوا ملابس خاصة تميزهم عشان يفتخر، ويلبس حلق في ودنه عشان يقول أنا من النوع ده. وعندهم مش عارف لو لبسوا في الودن الشمال يبقى ايه، لو لبسوا في الودن اليمين يبقى ايه، ويفهموا بعض ويبقى فخور. ووصل بيهم الحال ان هم استصدروا قوانين في ولايات ان من حقهم يتجوزوا قدام الناس، ويروح
موثق قانوني اللي هو بيعمل توثيق الزواج، راجل وراجل ويتجوزوا حقهم، او ست وست ويتجوزوا، والناس تيجي تحتفل بيهم وتهنيهم، تجيب لهم ترط وتجيب لهم هدايا. ايه ده؟ الشيء اللي كان بيتعمل في الخفاء على انه عار يصير بالنسبة لهم طبيعي وفخر. قس على هذا بقى بقية الخطايا. يقول معلمنا يوحنا في رسالته الأولى: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة. يقول له معلمنا يوحنا، ده أنت كنت سنة ما قبل 100 ميلادية، ده احنا في 2022. يقول الله يكون في العون. وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن الضاد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. يعني حكاية أن هم خارجين من الإيمان المستقيم، يعلموا تعاليم غلط، مش بس الشذوذ الجنسي لكن كل التعاليم الغلط الموجودة اليومين دول. يعني زمان الواحد لما يكون هرطوقي يبقى مكسوف من نفسه أنه هو ضد الكنيسة، النهارده الناس بتفتخر ويشجعوا بعض. تلاقي واحد غلطان كل الناس تهلله على أنه جريء وشجاع ويعرف يتحدى الكنيسة. سر الإثم كان يعمل فقط في السر إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. ويقول أيضا معلمنا يوحنا: وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. وهذا روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم. طيب لما يرتفع من الوسط الذي يحجز الآن، اللي احنا مش عارفينه هو ايه، روح الله ولا مجرد رضا ربنا ولا قوة معينة تحجز هذا ضد المسيح، الحينئذ ساعتها سيستعلن الأثيم اللي هو الأنتي كرايست. واحد النهارده بيسألني كده وانا ماشي بيقول لي: هو الانتي كرايست ده هيبقى كمبيوتر ولا الانترنت ولا فيسبوك ولا لا؟ الكتاب المقدس قال انه انسان. مش احنا خدنا في حكاية عدد اسمه 666 وقال ده عدد اسم انسان، ففي انسان. انسان هيتجمع فيه كل القساوة والعنف اللي كانوا في كل الانتي كرايست طول الزمن. اي واحد ضد المسيح، اي واحد ضد المسيح تلاقيه عنيف ودموي ونجس ويقتل الناس بضمير مستريح وبعدين ياخذ وقته ويمشي. الانتي كرايست بقى اللي بيتكلم عنه هنا بولس الرسول وسفر الرؤيا هيتجمع فيه كل العنف بتاع الناس دي وكل الشر. سيستعلن الاثيم بس ما تخافوش، الذي الرب يبيده بايه؟ بنفخة فمه، ويبطله بظهور مجيئه. لما يجي المسيح في المجيء الثاني يظهر يبطل هذا الجبار، يبيده بنفخة فمه. طبعا كلمة نفخة فمه هنفهمها بثلاث معاني، الثلاثة يكملوا بعض. أول حاجة البسيطة إن ده تافه، نفخة فم ربنا تضيعه وما تخافش منه. يعني بمعنى تفاهة الانتي كرايست، عمل جبار وعنيف
لكن بنفخة فم وضيع. طبعا في التاريخ ياما شفنا ناس يعكسوا ربنا وفي الآخر يقع زي الدبانة. من مثلا لما تفتكروا فرعون اللي قاوم موسى وفي الآخر غرق في البحر هو وجنوده ومركباته الفرسانية، لغاية أجيالنا دي اللي احنا شفناها بعينينا. تلاقي واحد ياما هنا ياما هناك تحكم في الناس، واللي عرضه يطلع المسدس ويقتله، وفي الآخر يتحبس في حفرة زي الفار. فيعني مهما كان إنسان جبار في الآخر هو يعني نفخة. المعنى الثاني نفخة فم الله هي الروح القدس. يعني لما نفخ في آدم أو لما المسيح نفخ في وجه التلاميذ قال لهم إيه؟ اقبلوا روح القدس. فنفخة فمه هي الروح القدس. يبقى ربنا يبيد الأنتي كرايس بالروح القدس. ونمر الثلاثة نفخة الفم هي الكلمات الخارجة من فم الله. يعني الواحد فينا هو بيتكلم تلاقي نفسه طالع يحمل الكلمات، وفي بعض الحروف زي الفه يطلع معها نفخة الفم. فكلمات الله هي الكتاب المقدس. يبقى خلي بالك أي واحد بيعاكس الكنيسة، إذا كان الأنتي كرايست الكبير اللي هو هيدوخ العالم، هيباد بنفخة فم الله. قص على هذا كل إنسان واقف ضد الإيمان المستقر في الكنيسة الله يبيده بنفخة فمه. يعني إنسان سامحوني في التعبير تافه مهما بدأ أمام الناس أنه جبار بأس. جليات الجبار ده ما وقع بحصاي رمى علي داود. وبعدين يبيدوا أيضا بالروح القدس العامل في الكنيسة. مين يقدر يقاوم الروح القدس؟ يعلموا أي تعليم وأي كلام ويزعجوا الناس ويشوشروا عليهم، في الآخر روح قدس هو روح قدس. ويبيدوا أيضا بكلمة الله الحية والفعالة اللي هي أمضى من كل سيف ذي حدين، كلمة الله الخارجة من فمه. في أيوب يقول بنسمة الله يبيدون وبريح أنفه يفنون. والنبوة عن المسيح في إشعياء بتقول يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه. القضيب معناها صولجان الملك، بس طالع من فمه اللي هو كلمة الله. ويميت المنافق بنفخة شفتيه. اللي قالوا أشعياء واللي قالوا أيوب بيقولوا أيضا بولس الرسول في تسالونيك الثانية. وفي سفر هوشع يقول أقرضهم بالأنبياء. أقرضهم هنا معناها الإنقراض، أصل في أقرض بمعنى سلف القرض، وأقرض بمعنى الإنقراض. الإنقراض معناها إيه؟ انتهوا. بالأنبياء أقتلهم بأقوال فمي. شوف التعبير، والقضاء عليك كنور قد خرج. ولذلك في سفر الرؤيا يقول فتوب، بيناديه بالتوبة، وإلا فإني أتيك سريعا وأحاربهم. أدي النفخة هي بسيف فمي. اللي قال عنه أيضا ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم وهو سيرعاهم بعصا من حديد وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. حتى الناس دول اللي هم ماشيين في سكك غلط يقول لك ربنا مش بيغضب. ليه يقول كده؟ عشان يدي لنفسه براح انه يقول اللي عايز يقوله وهو مطمن
ان ربنا مش هيعمل له حاجه. سفر الرؤيا يقف قدام يقول له هيدوس معصره خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه اللي هو الانتي كرايست الصانع قدامه الايات التي بها اضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنين حيين الى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه. خلي بالكوا القتل هنا بالكلمة مش بسيف حديد. وجميع الطيور شبعت من لحومهم. اللي اتقال في سفر الرؤيا لخصوا بولس الرسول في الكلمة دي: حينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. لأن لما هيجي في المجيء التاني هيجي في نار لهيب معطية النقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته. خلي بالكم كلمة يعاقبون وكلمة هلاك أبدي. الناس اللي هم ماشيين في سكة غلط يقول لك الله مش هيعاقب. ليه؟ عشان الله طيب وصالح. وبعدين يقولوا حتى لو عاقب مش معقول يكون هلاك أبدي. ليه؟ قال مش معقول تبقى حياتنا على الأرض توصل لتسعين أو مئة سنة، حتى الواحد لو قعد يغلط الفترة دي كلها مش من العدل إن العقوبة تبقى هلاك أبدي. امال عايزين إيه؟ يعني الواحد قعد يغلط مئة سنة يتعاقب مئة سنة؟ فالهلاك الأبدي مش موافقين عليه والعقوبة مش موافقين عليها. طيب احنا نمشي وراء الكتاب المقدس ولا وراء أمزجة الناس؟ اقول لكم النهاردة بيقولوا ما فيش عقوبة ما فيش هلاك أبدي، دول يشبهوا ايه؟ واحد بيقول لزميله تعالى نتاجر في المخدرات وهنكسب كتير. قال له يا واد انت ده التجارة في المخدرات عرضنا للسجن. يقول له ما فيش سجن، فيش سجن. يقول له لا ده انا عارف القانون بيقول ان في سجن. يقول له يا اخي لا احنا بنقدر نخلص نفسنا، بنقدر نزوغ ونعطي هنا الرشوة وهنا نعمل ايه تعدي. لو صدقوا ومشي معاه في السكة الغلط هيتفاجئ في الاخر انه ايه قدام سجن. طب لو قال له هو حتى لو في سجن هتبقى سنة اتنين بس احنا يطلع معانا الملايين نخبيها ولما نطلع نتمتع بحياتنا. لما يفاجئ ان هو واخد مؤبد فانت بقى ايه يعني؟ اهو ده بالظبط واحد عمال يقول ربنا مش هيعاقب وحتى لو عاقب في مطهر هتعود لك كم سنه وتخرج بقى كده متصفي. ويفاجئ الانسان ان في عقوبه وفي هلاك ابدي لان الكتاب قال كده وهو قالها بحقيقه مش ممكن يكذب. ده في رسالة العبرانيين يقول لك قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. يرد واحد من هذا التيار يقول إيه؟ أنتوا كيف بتخوف الناس؟ لا ما احنا بنخوف المستهتر، لكن إنسان تائب وبيحب ربنا وماشي في سكة ربنا زيكم. يعني الكلام ده مش ليكم، الكلام ده للإنسان اللي معاكس ربنا. مفيش حد فيكم أنتي كرايست، مفيش حد فيكم ضد المسيح. مهما غلطنا احنا غلابة، مهما غلطنا بنحب ربنا بنرجع له، ولما أقول له ارحمني أنا الخاطئ بيقبل ويغفر. لكن الكلام لمين؟ للإنسان المعاند والمقاوم
والمرتفع على كل ما يسمى إله، يبقى في عقوبة. عشان كده احنا ناخد بالنا ونقبل، بدل ما نبقى زي الشيطان اللي هيباد بنفخة فمه، نبقى زي الرسل اللي نمتلئ بالروح القدس من نفخة فمه. لما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. في فرق بين نفخة من ربنا تطير وتبيد، ونفخة تملى بالنعمة. خلينا احنا في الناحية بتاعت الناس اللي هم مستنيين استمرارية حلول الروح القدس عليهم في كل قداس فيمتلئوا بالنعمة، ونبعد عن الغضب. هذا الأنتي كرايست، ما هو بيقول سيستعلن الأثيم، بس قبل ما يكمل طمنا ان ربنا يبيده في نفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. رجع يتكلم عنه، قال الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة. هو الشيطان عنده قوة؟ اقول لكم قوة الشيطان دي تشبه ايه. تخيلوا ان في شاب قدم في كلية الشرطة او كلية الحربية من ثانوية عامة، يعني سن 18 سنة في عز اللياقة البدنية، وانتوا عارفين ما بياخدوش غير لما يكون واحد صحته زي الفل وعنده لياقة بدنية ووزنه قد ايه وطوله قد ايه على الشعرة. وبعدين لما بيدخل الكلية دي بيديله تدريبات وتمارين ويقوي عضلاته ويعمل مشاريع ومش عارف يعدوا من فوق ايه، ويدخلوا في سلك شائك ويعدوا من فوق نار مولعة، ويعمل تمارين شاقة. ومن ضمن الدراسات اللي بيدرسوها في كلية البوليس كلية الشرطة علم الإجرام، علم ازاي المجرمين بيفكروا وازاي بيخططوا وازاي احنا كبوليس نقدر نكشف الألعاب بتاعتهم. والولد ده بقى داخل ذكي جدا، وقعد يستوعب 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 لغاية ما تثقف بكل العلوم العسكرية. وبعد ما تخرج واشتغل في البوليس ضابط من مركز لمركز من مكانة لمكانة، الشيطان لعب بدماغه او ناس اشرار لعبوا بدماغه، فابتدى يبقى مجرم، ابتدى يبقى ارهابي. اول ما اكتشفوا ان هو ماشي في سكة غلط يعملوا له ايه؟ يرفضوه، يعني فقد رتبته. لكن هل فقد مهارته او قوته البدنية؟ بس بدل ما كان مكلف ان يستخدم المهارة والقوة دي عشان يحفظ امان الناس، يستخدمها ايه بقى؟ في الشر. اخطر مجرم اللي هو من النوع ده، اخطر ارهابي اللي هو كان ضابط في الجيش او ضابط في البوليس. شفتوا الشيطان؟ كان رئيس ملائكة بس فقد النعمة، يعني اطرد، يعني اترفض، يعني خلعوا الرتب بتاعته. بس هو كائن قوي يستخدم قوته في ايه؟ الشر. بس على مين؟ على ربنا. يبيده بنفخة فمه. طب ما تبيده يا رب، يقول لك في حاجة اسمها تدبير الأزمنة. لكل شيء تحت السماء وقت. يا رب انت تأخرت، يقول انت ايش فهمك؟ ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه. في حاجة اسمها تدبير الازمنة. عشان كده لما يجي الشيطان يسخر انسان لخدمة الشر يعضده بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة. خلي بالكم ربنا لما بيجي
يكرس إنسان لخدمة الناس، يخدمهم في الخير وفي الصلاح وفي البنى مش في الهدم. تخيل شاب عمال بيربي أطفال في مدارس أحد، بنت عمالة تخدم في حضانة تعلم العيال إزاي يبقوا كويسين مؤدبين وصوتهم هادي وأذكية وبيفكروا، هدفه البناء. تخيل بقى لما يجي واحد من عصابات الشر يخطف طفل ويروح يوديه في العصابة بتاعته، يعلموه ايه؟ يعلموه ايه في العصابة دي؟ الأدب والأخلاق والإتيكيت؟ يعلموه الشر والعنف وازاي يقتل وازاي يعور وازاي يعمل حاجة ومحدش يقفشه، ازاي ينصب على الناس. ايه ده؟ في فرق بين قوة ربنا للخلاص وقوة الشيطان للهلاك. بس لازم في الآخر مين ينتصر؟ ربنا طبعا. ربنا لما اختار أبائنا الرسل عشان يكرزوا بإنجيل الملكوت منحهم كل قوة وآيات وعجائب، بس مش كاذبة. لكن الشيطان لما بيختار الأنتي كرايست هيدي لي قوة من الشيطان وآيات وعجائب كاذبة. قال عنه بولس الرسول في أفسس للأمم اللي كانوا مثنيين بقوا مسيحيين، قال لهم التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب نظام هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الشيطان، الروح الذي يعمل الآن في مين؟ أبناء المعصية. إحنا أبناء الطاعة وهو أبناء المعصية. يهمني في النص ده إن مجيئه بعمل الشيطان في قوة في آيات، بس في عجائب كاذبة. آيات يعني معجزات. طبعا أنتوا تتذكروا من على هذا المنبر مرات كثيرة أقول لكم اوعوا تمشوا ورا المعجزات. تعال نقرأ كده كم نص عن ازاي المعجزات دي ممكن تضلل. في سفر التثنية حتى من زمان يعني ايام موسى قال لهم اذا قام في وسطك نبي واحد بيدعي النبوة او حالم حلما، واحد يقول لك انا حلمت كذا وانا احلامي تتحقق، واعطاك آية او اعجوبة، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها ما تمشيش وراه. وقالوا مش بس كده، هذا الرجل اللي هو بيدعي النبوة واللي بيحلم الحلم واللي يجيب المعجزة في العهد القديم كان يقتل، لأنه هيخلي الناس تزوغ عن الرب الإله. والسيد المسيح نفسه في علامات مجيئه قال سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. لما يجي واحد يصدق المعجزات الهجس دي ويمشي وراء صانعها ويعبده على أنه قديس وأنه رجل الله، ويمشي ياخده بقى في سكك بعيدة في التعليم وفي الإيمان وحاجات غريبة، وهنا يجي ربنا يقول له أنت ليه مشيت ورا الرجل ده؟ يقول لك يا رب مش أنت كنت مديله قوة يعمل معجزات؟ يقول له مش أنا، ده الشيطان. طب أنا أعرف إزاي؟ يقول له أنت مش بتقرأ كتاب مقدس؟ مش أنا قلت هيقوم سحاء كذب وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب، وما أنا قلت لكم ليه؟ ها أنا قد سبقت وأخبرتكم. هو ليه بيقول لنا من دلوقتي؟ ليه؟ عشان ناخد بالنا. بسفر الرؤيا يقول فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها، بالآيات دي أضل الذين قابلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. وقال عن الأنتي كرايست اللي هو ضد المسيح ويعمل
بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الشيطان الذي شفي جرحه المميت. لما يكون في جرح مميت ويشفى معجزة. ويصنع آيات عظيمة حتى إنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس. هيقول لك زي إيليا، أنا مستعد أطلب نار تنزل من السماء عشان تعرفوا أن تبع الإله الحي. يطلب نار وتنزل النار والناس تهلل، ده زي إيليا، ويمشي وراه ويأخذهم بعيدا عن الله. طب النار دي نزلت إزاي؟ الشيطان بيعمل كده. ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش. يعني وسيلة الضلال هتبقى المعجزات، قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش. أدي بقى الضلال، سيبك من المسيح، تعالى أعمل لك صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش، وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش. صورة الوحش قد يكون تمثال، تخيل واحد بلاقي تمثال بيتكلم. على فكرة أيام الوثنيين كان في حاجة زي كده مذكور في السنكسار، إن كان في تمثال بيتكلم والناس كلها بتعبده على إنه بيتكلم، وهو اللي كان بيتكلم جواه هو إبليس، في شيطان جوا تمثال. وجه واحد مسيح قال لهم يا جماعة ده ضلال. ضلال إزاي لما التمثال بيتكلم؟ فمسك حاجة زي الفاس وكسر التمثال، اتكسر بقاش يتكلم. فالناس هاجت على مين؟ على عباد الأوثان ولا على كسر التمثال؟ كسر التمثال وأخذوه وقتلوه. طب ما لو ده كان إله كان يدافع عن نفسه. المسيح بولس الرسول قال كده، ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. الشيطان ممكن يغير شكله شبه ملاك نور، ما هو خداع. وكتير كان يظهر للأباء الرهبان في البراري على إنه ملاك، وبستان الرهبان مليان قصص فيها خداع الشيطان، إزاي إن في أباء خدعوا وفي أباء قالوا لا مش ممكن تكون أنت ملاك. طب إذا كان الشيطان يقدر يغير شكله لشبه ملاك نور، ليس عظيما إن كان خدامه، خدام الشيطان هم اللي بينشروا الفساد والخطية والنجاسة والتعليم الغلط، يغيرون شكلهم عشان يبقوا كأنهم خدام البر، الخداع. ودي أحد طرق الشيطان. عشان كده من ضمن سمات الإنسان اللي يخدم ربنا يكون إنسان واضح وصريح. يقول بولس الرسول عن تلميذه تيموثاوس أو تيتوس، الابن الصريح في الإيمان. الدنيا تبقى واضحة، ليه يتكلم بمكر؟ يقول بولس الرسول، لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر. الدنيا مش مستاهلة إن أنا أخدع الناس عشان يأمنوا بالمسيح. يخدعهم ليه؟ واحنا البضاعة بتاعتنا بايرة، ادي البضاعة واللي عايز يجي ياخد، وغالية ونديها لكم مجانا، من استطاع أن يقبل فليقبل. الإيمان ليس للجميع. ليه أمكر؟ ليه أغش؟ الغشاش إنسان ضعيف، الغشاش البضاعة بتاعته مضروبة. اللي يقول كلام غير اللي جواه وعشان يخدع الناس، عشان ايه؟ تجيبهم لمين؟ هتجيبهم للمسيح؟ هاتهم بالوضوح والصراحة. المسيح لم يتكلم كلمة في الخفاء،
ولم يعلم بكلمة كان يقصد غير المعنى اللي بيقوله، ولا قال حاجة فيها مكر والتواء. يقعد في وسط الجموع يقول لهم طوبى للمساكين بالروح، ويقف قدام الفريسيين يقول لهم ويل لكم يا كتبة الفريسيين المرؤون، المرأة التي أمسكت في ذات الفعل مغفورة لك خطاياك. ويدخل الهيكل يوم الحد الشعانين يصنع صوت ويطرد الناس الباعة واللي بيدمروا الهيكل أو بينجسوه. منتهى الوضوح، يشفق على الغلبان ويقف بقوة قدام الإنسان الكبير العامل نفسه عظيم. عشان كده قال عن الناس اللي هم مع الشيطان، قال بكل خديعة الإثم، خداع. في الهالكين، ليه بقى؟ ايه الهالكين دول؟ قال لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. ايه محبة الحق؟ الإيمان المستقيم، السلوك الحسن، هم مش حابينه. تيجي تتكلم معاهم عن الإيمان المستقيم يقول لك ده كلام ما ينفعش، يجي واحد تاني هرتوق يتكلم يجري وراه. محبة الحق اللي بيحب المسيح، لأن المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. محبة الحق معناها ناس منقادين بالروح القدس، لأن اسم روح الحق المعزي. ففي ناس لم يقبلوا محبة الحق، غاويين الكذب، عشان كده دول هيخدعوا بكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. أنا خايف كلمة الهالكين حد يفهمها إن من البداية ربنا محدد دول هالكين ودول مخلصين. لا، الله يريد أن جميع الناس يخلصون، هكذا أحب الله العالم عشان يخلصوا. لكن في ناس لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلص. يقول معلمنا بولس في كورنثوس الثاني، لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. طب ازاي يعني؟ قال اللي يخلص بيشتم فينا رائحة ذكية فيتهلل ويقبل الإيمان ويقبل الحق ويمشي في طابور المخلصين، أما الذين يهلكون يرفض رائحة المسيح الذكي. عايز إيه؟ عايز ريحة الشيطان وعفونة الخطية. عشان كده قال إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين اللي هم رافضين، ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. يعني كان بيقول مش انتوا مش عاجبكم الحق، ابعت لكم بقى الضلال اللي تصدقوا الكذب. برضو تنويه مهم، اللي على المذبح بتاعنا في كل يوم هو جسد حق ودم حق. في ناس مش قابلين هذا الحق، يبعت لهم الضلال عشان يصدقوا الكذب. لما واحد يقول على الجسد والدم اللي على المذبح دول عبادة أوثان، ده إنسان لا يقبل محبة الحق. المسيح قال جسدي مأكل حقيقي ودمي مشرب حقيقي. من يأكل جسدي مش من يأكل رمز جسدي ولا ذكرى جسدي، هو مش عاجبه الحق، فيجي واحد يقول له ده للذكرى يمشي وراه، عايز عمل الضلال. خلاص انت صدقت الكذب، امشي في السكة اللي انت عايز تمشي فيها. عامل زي لما جه في سفر الملوك الاول قال اخرج واكون روح كذب في افواه جميع انبيائه، قال له تقدر وتغوي، اللي هو بيتنبأ بالكذب. حزقيال يقول فإذا ضل النبي وتكلم كلاما فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي، يعني أنا سمحت له، وسأمد يدي عليه وأبيده من وسط شعب إسرائيل. ويقول في رمية
أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لهانة أجسادهم بين ذواتهم. ليه؟ قال لأنهم لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. المرحلة بعد عنكم، ربنا ما يسمحش لحد فينا اللي فيها بيوصل الإنسان إن ربنا يرفضه، مرحلة صعبة. ربنا الرحوم الطويل البال مش ممكن يكون بسرعة بيحكم بهذا الحكم إلا لما يكون واحد عنيد وعنيف ورافض ربنا ومحب للشر ومحب للظلم، فيسلمه لشهوات قلبه. سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. نكتفي بكده عشان الوقت راح، ونكمل الأسبوع الجاي. نكلينا عمر. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.